ترشحت للانتخابات من أجل إبراز دور المرأة وأهميتها في المجتمع، وجينا الآن إلى مركز عنجارة للإطلاع على سير الانتخابات وكيفية سير العملية الانتخابية. حاليا ومع انتهاء دورة المجلس المحلي الحالي، قمنا بإبلاغ مجلس محافظة حلب الحرة بقرب انتهاء ولاية المجلس من أجل الترتيبات الانتخابية. تم إعلان قبل مدة شهر ونصف تقريبا من الموعد النهائي لانتهاء دورة المجلس الحالي. كان في عنا عدد مشاركات نسائية ترشحوا للانتخابات، يعني كانت خطوة كثير نوعية، وخاصة أن المرة الأولى بتصير انتخابات بعنجارة. الشيء الثاني كان اليوم لمسه بشكل مباشر هو وجود النساء، توافدهم المراكز الانتخابية، قدومهم للمراكز، فكانت ظاهرة جدا جدا جميلة. أنا كامرأة هذا الشيء كموضوع يعني حفزني أكثر. الشيء الجميل أيضا هو وجود الشرطة المدنية، هي عم تحرس الانتخابات، توافدها مع عناصرها سواء كان نساء أو كانوا رجال. يعني الحمد لله اليوم كان جيد جدا برأيي، يعني وإن شاء الله عبال بقية المناطق والشمال المحرر. تم توزيع بطاقات انتخابية من قبل السجل المدني في بلدة عنجارة، وممهورة بخاتم سجل مدني. طبعا لا يتم قبول أي بطاقة انتخابية إلا أن تكون ممهورة بهذا الخاتم. يتم توزيع البطاقات الانتخابية على المقترعين بعد أن يتم تسجيل أسماءهم وفق ما جاء في السجل المدني، وتكون هذه البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة المنظمة. توضع هذه البطاقة الانتخابية في صندوق الاقتراع، هذا الصندوق ممهور بخاتم الأحمر وطبعا من قبل اللجنة المنظمة، حتى نهاية الانتخابات في الساعة 7 مساء إن شاء الله، إلى أن يتم فض هذا الصندوق من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.